السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيتكم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كوز خطايا السبعة. فيديو اليوم راح نعلمكم على الكروت وشو بتعمل وشو من وين بتجيبها. طبعا اول شيء الكروت هي بف جديد راح نزل على اللعبة، بتحطه على شخصياتك وعلى التيم تبعك، بيعطيك بف زيادة على التيم. طبعا بتفوت على الهيروز، بتفوت على السيتين، بتلاقي تحت كل فريق من فرقك فيك تحط عبارة عن 5 كروت. طبعا هاي ال5 كروت راح تعطيك باف اللي هو اتاك ديفنس اتش بي حسب انت شو بتحط كروت، وهدول راح ينعطوا للشخصيات تبعك. فهذا شغلة كتير كتير حلوة، بس الشغلة اللي لازم تعرفوها انه هذا الباف ما بيشتغل الا فقط بالشغلات اللي بدك جير، يعني البي في بي النورمال، التريننج كيف، اللي هو الريفرس ستيج ما بيشتغل فيهم الباف هذا، بس باقي الشغلات بيشتغل فيها. بس خلينا نشوف اذا التاور بيشتغل فيها ولا لا. حتى التاور، لا بلا التاور بيشتغل فيها، هذا شيء كتير حلو. اوكي ممتاز، معناها مثل ما قلت لكم كل شيء فيه جير فيك تستخدم فيه الباف تبع الكروت، وهذا شيء جدا رائع. طبعا هلا بنجي للكروت، بتفوت على الهيروز الارتفاكت كارد، هون بتاخذ كل الكروت. طبعا في اول اللي هو كل شيء، في الكاركتر والشخصيات، في المونسترز الوحوش، في الستوري على اساس من القصه، في السينز اللي هو مكان معين، وفي السبيشال اللي هو شغلات معينه، وهلا في ال3 كروت هدول اللي هن من السيزونال. طبعا حاليا في 159 كارت. هون بتفوت على شيء اسمه الارتفاكت بونس. الارتفاكت بونس بتاخده بس لتجمع 3 كروت اللي هن بدهم اياها، بيعطيك شيء زياده. شلون لما الجير انت تحط 4 مثلا قطع من الجير الاتاك بيعطيك 20% اتاك، نفس الشيء هي، غير لانه حيعطيك هدول. اذا جمعت هدول ال3 كروت بيعطيك ديكريس الايز دامج تيكن باي 2% اون ان ديث ماتش. يعني اذا حطيت هدول ال3 كروت لما تلعب الشيطان بيعطيك، يعني بصير تاكل دمج اقل ب 2% وبتاخذ هذا الباف. هون اذا استخدمت هدول ال5 كروت او حطيت هدول ال5 كروت بالتيم، if an ally is debuffed from a skill during the enemy's turn restore 1 HP of max HP. كل شيء الا بالديث ماتش والبي في بي، يعني الا بالشياطين والبي في بي. يعني اذا عليك debuff بس ليصير الدور اللي ضدك بيعطيك 1% من ماكس HP تبعك. هون increase allies damage dealt with a single target attack skill by 2% exclude PvP death match. يعني كل شيء الا الديث ماتش والبي في بي خلص. خلص كل شيء، ايمو كل شيء، ما بعرف انا كل شيء لسه. لا مو بالبي في بي ومو بالديث ماتش. بالبي في بي اوكي، بس ليش بالشياطين ما تعملوها عادي؟ البي في بي ها انا معك فيها انه هي بدها حظ، بس اما بالديث ماتش خلص شيطان عادي. ترى بي في اي هي هي بتعطيك دمج زياده 2% لما تستخدم سنجل تارجت اذا كان عندك هدول. هي انكريس الايز دامج جيلت هي بتعطي 3% بالريد ديمن، هي بتعطي ب 3% بالجري ديمن، هي بتعطي بالديمونيك اللي هو الكريمزن، وهي بتعطي اللي هو البيلموث، وهي الايز دامج تيكن فروم التيميت موف باي 2% ان اليت بي في بي. واو هي حلوه، انه اذا عندك هدول 3 كروت بتاكل دمج اقل ب 2% بالبي في بي من بالالتيميت، وهدول اذا عندك يوم كريز الاي زمن جلت يوزنج ا سنجل تارجت سكيل باي 2% ان فول سولجرز لا باس فيها، يعني بالفول سولجرز والشغلات تبعها. طبعا هلا عرفنا الكروت شو بتعمل وشوفها انت. طبعا عادي اذا ما عندك سيت فيك تحط اول اقوى مثلا 5 كروت عندك وبتقدر تاخذهم. هلا بقى خلينا نشوف وين بنجيبها. طبعا اول شيء اعطينا هن كرت مجاني لما نخلص المهمات. طبعا المهمات انه انت تلعب الفاينل ابيسود، تخلص الستوري اللي هي السب ستوري تبع السمر، تخلص 10 من البينجو. البينجو اللي هو انه لازم تخلص 10 خطوط. اللي بعدها انك تلعب الايفنت بوس 5 مرات، والثانيه انك تشتري شيء من الشوب 5 مرات. هيك بنكون خلصناه هون. وهلا بناخذ كرت زجرتي، هاي خلصنا من اول شغله. الشغله الثانيه لما نفوت على الاكسشينج شوب حاليا في كرت ثاني، هون في شخصيه واحده، خلينا ناخذها مشان نعرف اذا كان عندنا دوب شو بصير.
هيك هلا صار عندنا الكرتين هون، طبعا ما في اي كروت ثانيه، هدول الكرتين مجانا عم يعطونا هون حاليا، يعني ممكن بعدين ما يعطوك اياهم. هلا بنجي لهون، هون طبعا هذا الشوب جديد، شوبات البي في بي والنايت هود. بنفوت على البرول، بالبرول كمان بالفيكتور اللي هي الثالثه فيك تشتري 3 كروت من هدول. هلا بنشوف شو بيعملوا. طبعا احنا باقي لنا كم واحد؟ باقي لنا 2 بس لنجمع، بنشتريهم هدول 2 تصدقوا يمكن فيني. هلا بنشوف في النايت هود كمان في كروت لما تفوت على المرحله السادسه، فيك تشتري 5 كروت ب 1500 كل اسبوع، فيك تشتريهم هدول. بس هلا بنشوف شو بيعملوا، اذا مو كثير قوي لا تشتروهم. بالفستيفال كمان اذا فتت على البلاتينوم، اذا فتت على الجولد والبلاتينوم في هون ب 10000 وسي كمان الريريتي تبعها، وهون فيك تشتري 5 بنشتريهم. طبعا الكروت في شغله كثير مهمه لازم تعرفوها، خلينا نفوت عليها مره ثانيه مشان تتاكدوا منها. هيروز في عندك الكروت من الاس ار للاس اس ار، وفي حتى ها فيو اول كارد، في اعتقد من السي للاس اس ار، السي اقل شيء بعدين بيجي الاس اس ار والار وهكذا. طبعا في شخصيات، في شخصيه اللي كثير عجبتني وينها كاركترز، المفروض هون تكون موجوده، مو هذا اكيد، مو هذا مونسترز ستوري، معقول ستوري. المهم لو نروح لبرا الطريق، طبعا كل ما يعملوا ابديت ممكن يضيفوا شويه كروت لحتى يصير عندنا هدد هايل، بس الحمد لله اهم شيء الكروت حاليا كلهم فري تو بلاي. اهم شيء ما يعملوا بانر فيها كروت، وهذا الشيء اللي انا خايف منه جدا. وكمان بالكوين شوب مو موجود. هلا في مكان بيقول لك على اساس بيعطي اللي هو البوس باتل لما تفوت عليها، طبعا العاديه ما بتعطي شيء، خلينا نفوت عليها. النورمال ما بتعطي كروت اللي هي العادية، حتى لو كانت الديفيكولتي العاد، بس الهيل على اساس المفروض اذا طلع لك سيلفر كارد بيطلع لك هون، طبعا بيطلع لك ار ويو سي وسي. بس مونسترز باب ممكن تقدر تجيب ست حلو من وراهم، باب نحاول نجيب ست او نجربها ونشوف اذا بيطلع لنا ولا لا. خلينا نعمل 10 ونشوف 2 من هاي، اما فينا نعمل 10 بنعمل 8 بنشوف، لنشوف اذا ها طلع لنا واحدة حلو ريت لا بأس به. وطبعا لما تلعب بالمث نفسه، اذا خلينا نشوف هون لما تلعب بالمث نفسه كمان في شانس انه بالجولد كارد يعطيك يا اما الكارت اللي هو الاس الاس اس ار اللي هو هاد بالمث نفسه، وبصراحه البف تبعه حلو 88 132 وممكن يعطيك هاي. هلا هي بصراحه بس شوف نسبتها قد ايه 0.5 انه يعطيك الكارت، يعني كثير كثير بدك تقعد تفرم لحتى يوع من او يعطيك الكارت. اعتقد هيك خلصنا الاماكن كلها. بس على كل حال انت اذا بدك تعرف اكثر وين يطلعوا الكروت، بتكبس هون مثلا او بتكبس على الباك نفسه وبيقول لك وين اللوكيشن تبعها. اعتقد ارتفاكس كارد، خلينا نشوف هلا بالانفنتوري. ايوه هون، لا رجعت لنفسه بالايتم ونيوز، اعتقد بيقول لك مثلا لوكيشن من وين بتطلع لك، لوكيشن من وين بتطلع لك، من الكوين شوب والنايت هود بوس والبترول. صح في شغلتين كمان بالبترول بيعطوك وحده، وبالديلي بيعطوك وحده اللي هي هاي اللي بيكون فيها كروت شخصيات وستوري. خلينا نلعبها مشان ناخذها ونفتح الكروت. انا هلا فتحت الكروت، هاي نفتح هاي
هلا هون ما شفت انه بيعطونا كروت. لا ما بيعطونا كروت بالبترول اعتقد. انا ما فيني مو مخلصها بقى، ما فيني اخذها. خلينا ناخذ هدول هلا. خلينا نفرجيكم البترول. البترول بالباتل، بترول بدها 12 ساعة لحتى تخلص. هلا بقى 8 ساعات بقى لسه ما بقدر اخلصها، وبتعطي شغلات حلوة. بأخيرا نشوف هلا الكروت اللي عنا شو بيعملوا، وهل ان شاء الله ان شاء الله ما يعملوهم انه في باكات. خلينا نشوف اكثر واحدة عنا منها اللي هي هاي. هاي فيها اسارات مونسترز هدول ولا ستوري كمان. خلينا نشوف شو حيطلعوا لنا بالسبعة. طريقة فتح الكروت كثير كثير حلوة. ار بصير يفتح لحاله. يو سي يو سي 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 يو سي بدنا اس يو سي. هي خلصنا من اول واحدة. نفتح الثانية، هي يعني معنا منها سبعة كمان. هي نفسها اعتقد. اس ار ممتاز. اس ار هي شكلها كلها اس ارات. لا مو كلها، يا ريتني ما حكيت. هي شكلها اس ار. اي يو سي اخر واحدة. اس اس ار يو سي. لا بأس والله. هلا بنفتح هاي بنشوف اخر، مع اخر شيء شو حيطلع لنا. يو سي يو سي يو سي. اها لما يصير معنا دوب شو بصير؟ اوكي ذكلي تيرن انتو بليت كارد. اوكي البليت كارد شو بنستفاد منها؟ هلا بنشوف البليت كارد شو بنستفاد منها. اس ار حلو كتير. هلا بنفتح هاي. اس ار ار هي كاركترز اعتقد، هي كاركترز مكتوب عليها. بنفتح هاي. هاي مونسترز كانوا هذا معنا منه كمان. ايوه طيب شو شو بتستفاد منها البليت؟ هلا بنشوف. حلو اس ار كانوا صار عنا اس ار كتير. وهي 100% بيطلع لنا سكرتي. ايوه البليت وين بيروحوا؟ او مثلا لما يصير عندنا 10 مثلا فين نفتح وحدة ولا شلون؟ خلينا نشوف الكويست. خلصنا كويست تايتل كارد ماستر. سأجمعها الآن. بوكيمون خلينا نشوف شو طلع لنا. ارتفاكت كاركترز حطوهم اكوايرد مثلا. ها كاركترز حلو طلع لنا 3 كاركترات اس ار. مونسترز 3 اس 3 هون واحدة اس ار. سينز واحدة اس ار. سبيشال ما طلع لنا. وين زقرتي؟ شو زقرتي مو موجود؟ فيو اول كاردز وين راح زقرتي؟ وين راح؟
ما اعرف وين راح. طب هلا البلايد كارد شو بنستفاد منها؟ شو بنستفاد من البلايد كارد؟ خلينا نشوف الارتفيشال. هون ناقصنا واحدة. حلو. هي اللي انا بدي اياها، تشبه ليليا بس على لولي. المهم ناخذها. عنا اي باف؟ للاسف ما عنا، بس مو باين لنا كثير وبناخذ بفات. بقى حلو. بقى هلا لما نروح على التيم تبعنا نروح على، بس عارف البلايت كارد شو بنستفاد منها؟ اكيد بنستفاد من هالشيء، بس وين ما بعرف صراحة. يعني المفروض هون. معقول مو حاطين مكان لإلها؟ لو سمحتوا بالكومنتات قولوا لي شو بنستفاد من البلايت كارد، لاني انا مو عارفان شو بنستفاد منها. هي شو؟ لا شو سيل؟ اوكي بعدين. خلينا هلا نحط هيروز ست تيم مثلا، نعمل هون. هلا هي بتعطي، بدنا شي اللي بيعطي اتاك. هي شو بتعطي؟ اتاك. هي شو بتعطي؟ اتاك ديفنس و اتش بي. 2-0 قدام بعض، اتاك اتش بي، اتاك و اتش بي و ديفنس، اتاك و اتش بي و ديفنس. هي بتعطي 600، كتير يعني مو شوي. حلو، صار التعطيل للفريق كله. 336 اتاك، 525 ديفنس، و 2400 اتش بي. هاي شغله كثير كثير حلوه، ونصيحه مني كلياتكم اعملوها مشان تاخذوا البونس هاد، وطبعا اعملوها على كل شخصياتكم مشان تقدروا تصيروا كل مالكم اقوى واقوى واقوى. بس هون بنكون وصلنا للفيديو اليوم، ارجو تكونوا استمتعتوا فيه. لا تنسوا لايك للفيديو. شكرا على المشاهده، كل جديد مني. شكرا على خير فيديوهات ثانيه. مع السلامه.